عمر منصوري واحد من الأسماء المتألقة في دورينا، سواء عندما لعب مع الزوراء ونفط البصرة أو الآن هو مع فريق نفط الوسط، قدم مستوى ممتاز وأحد اللاعبين الذين سجلوا ثنائية في الموسم الكروي الحالي. منصوري عندما يسجل المنصوري نفط الوسط الفريق لا يتعرض للخسارة، أما يفوز أما يتعادل. أتكلم عن اللاعب عمر المنصوري